ال ال يعني حققنا تاني الدوري مصر المقاصه كان 17 او 6 او 16 تقريبا 17 عشان اشتركت في دوري ابطال افريقيا 18 والفتره اللي فاتت الحقيقه ما كانش في صفقات كبيره ومدويه او عدد لاعبين كبار. الثقه في فكر ايهاب جلال كانت دافع دايما لتوفير هذا المناخ ليه، وحضرتك مش قلقان يعني بل بالعكس متوقع انه يحقق مركز متقدم في الدوري الاسماعيلي مصر المقاصه ان شاء الله الاسماعيلي يعود باذن يعني الله. شوف انا حضرتك يعني الطموح بتاعنا سكاي ذا ليميت، انما طبعا لازم نعيش على الواقع. يعني احنا بنتمنى ان احنا ان شاء الله نبقى في المربع الذهبي هذا الموسم يعني باذن الله. عظيم، ربنا يوفق الكابتن عظيمه، ونحن ثقتنا كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى ثم في كابتن عظيمه، بالرغم ان احنا ما نعرفوش من زمان، لكن من سيرته الذاتيه ومن اسلوب حديثه وفكره عظيمه. يعني مش مجامله ليه، انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي، بس متابعته الحقيقه ولما اشتغل فتره في النادي الاهلي كابن من ابناء الاهلي كل كان متنبئ ليه بمستقبل في مجال، لانه هو حد متعلم ومثقف وبيطور من ادواته وعنده رؤيه وعنده طموح. فده كمان بيخلينا نسال، راح نادي مصر المقاصه ازاي؟ جبتوه ازاي يا سيد لو من المانيا، وكان في المانيا. يعني هل اتعرض عليكم من وكيل مثلا لا ولا لا اداره لا التسويق لا عندكم؟ لا ولا لا من واحد اهلاوي معانا. انا عارفه عصام سراج اكيد. عصام سراج قال يا جماعه ما نفكر في اسم عظيمه. انا كان تاه من دماغي، قلت له والله دي يعني دي فكره كويسه قوي. دلوقتي ممكن وهو كمان رحب لما حصل تواصل يعني. ما الراجل ما تاخرش اطلاقا بصراحه، والتفاوض معاه كان سهل جدا، ويا دوبك اربع خمس ايام ووصل مصر، تولى مهمته رسميا. احنا اعتبارا من امس كان عندنا مؤتمر صحفي، وبعدين راح بقى طلع من المؤتمر الصحفي على الملعب على طول شغل، مفيش تضييع وقت. فلا عندنا ماتش يوم الجمعه، يعني هو هيتولى المسؤوليه في عز الموسم. في عز الموسم، فالراجل يعني قابل التحدي. صحيح، يعني هو تحدي بالنسبه له. اي في ناس تانية تقول لك لا انا مش. هل في اي شروط في العقد او انتم طالبينه حتى بعيدا عن العقد بحاجه، بتحقيق مركز، طموح؟ يعني انا ما احبش اضغط على حد نفسيا او عصبيا. لا، ما سيب الناس تشتغل بهدوء، وكل يقدم ما اقصى ما المدير الفني عايز يكسب. مفيش مدير فني في الدنيا هتجيبه وهيبقى عايز يكسب. صحيح، استحاله. صحيح، طب سيبه بقى شوف فكره ايه وهو يفكر ازاي. لكن انا لما احط له بعض النقط اللي ممكن الضغطة. تشد ضغطه، ممكن يبقى صحيح. من الضغط ده يتصرف بطريقه خاطئه، فاحنا بنحاول نسيب الناس على راحتها.